نعم، أنا حالة الاقتتال الفصائلي التي تشهدها مناطق ما تسمى بالمحررة في الريف الشمالي، سواء في عزاز أو عفرين أو جرابلس، غير المناطق التي تشهد فيها حالة فلتان أمني، انتشار السلاح طبعا الأوامر لهذه الفصائل في الاقتتالات فيما بينهم. وكما نعلم، معظم الأسباب التي يتم فيها الاقتتال الفصائلي عادة ما تكون السيطرة على معابر التهريب أو بمعابر المخدرات. هذه الأسباب الرئيسية التي يختلفون عليها، وهذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة، يعني كما شاهدنا في ريف عفرين، معبر جنديرس أو نقرية، ريف عزاز أيضا منذ يومين، في ريف عزاز أيضا كما نعلم الجبهة الشامية هي المنتشرة في ريف عزاز، وتحديدا على معبر سجو أو باب السلامة، وهي التي تقوم باعتقال أو اختطاف العائدين قسرا إلى سوريا، وتقوم بابتزازهم ماديا. وطبعا هناك فصائل أخرى، لواء الشمال أيضا، أو يعني تنشط في المنطقة، وهذا اللواء أيضا له باع طويل في انتهاكات، والكل يريدون السيطرة على هذه المعابر للحصول على موارد التهريب أو المخدرات. طبعا هذه المناطق سيد إبراهيم التي تحدث فيها الاقتتالات بين الفصائل الإرهابية، يعني هناك سكان مدنيون، وأنا أسأل هنا كيف يتعايش هؤلاء السكان مع هذا الواقع؟ طبعا يعني الفصائل التي تسمى او بالجيش الوطني، هذه الفصائل طبعا هي متواجده او منتشره بين التجمعات المدنيه، يعني ليست بمنأى عن مناطق اخرى. نعم يعني كما نعلم، يعني ريف عفرين خير مثال ذلك، يعني اكثر من 25 السكنيه، ولذلك يعني هم منتشرون المدنية ويمارسون نشاطاتهم، يعني انتهاكات والجرائم، ويضعون الحواجز الأمنية ويقومون بابتزاز الناس، وهم ضمن التجمعات. طبعا مطالب المدنيين في ريف الشمالي وتحديدا في عفرين إخراج هذه المجاميع الإرهابية المسلحة بين المدنيين الذين يعني ينشرون الفساد، الذين يقومون بابتزاز الناس، يقتلون على الهوية بطلب الفديات. يعني كل هذه الانتهاكات كما نعلم يعني تتم بموافقة أو بشكل غير مباشر من تركيا، ورغم مناشدات الأهالي، رغم الشكاوي، رغم الدعوات المتكررة خلال اجتماعات مع الائتلاف وغيرها، لكن حتى الآن وهنا لم السؤال، يوضع حد يعني سيد لهذه إبراهيم، الانتهاكات. الجميع يعلم بأن تركيا هي المسؤول عن هذه الفصائل، إذن أين هي تركيا من ما يحصل على الساحة في المناطق المحتلة؟ عفوا، ممكن يعني تركيا اطرح هي سؤال؟ مسؤولة سيد إبراهيم، هي المسؤولة عن هذه الفصائل، إذن أين هي مما يحصل من هذه الانتهاكات التي تقوم بها الفصائل الإرهابية؟ طبعا تركيا هي مسؤولة بحكم تبعيتها القانونية، يعني هي من تحتل المنطقة وتسيطر عليها، وكل هذه الفصائل تؤتمر بأوامرها وتنأى بالمسؤولية عندما تضع المسؤولية على الجيش الوطني أو ما يسمى الحكومة المؤقتة وغيرها. يعني طبعا تركيا بموجب تقرير منظمة العفو الدولي الأخير، يعني حملت تركيا مسؤولية بحكم سلطة الاحتلال، وكل هذه الإجراءات تتم في تركيا بقوة سلاح، ونعلم والسلاح المشار إليها السلاح التركي، لأن السلاح الموجود في المنطقة هي تخضع لسلطات تركية. ولتركي يعني شهدنا منذ يومين بافتتاح مجلس عفرين المحلي الجديد بحضور والي هاتاي. إذا تركيا هي المسؤولة عن فلتان الأمن، عن اختتال الفصائل، عن عدم استتباب الأمن، عن انتشار الفساد، كلها وكل هذه تخضع الأمور التي للسلطات ذكرتها سيد التركية. إبراهيم، للفلتان الأمني والانتهاكات والجرائم التي تحدث بحق السكان هناك، يعني كيف ستنتهي إذ لم يكن هناك أي تدخل دولي؟
طبعا الوضع يعني نشهد او تشهد بهذه الحاله باستمراريتها، نظرا لعدم وجود يعني ضوابط يضبط هؤلاء. والضامن التركي او يعني الذي يسيطر على المنطقه ويحتلها يعني لا يريد وضع حد هذه الانتهاكات، كون ان الفوضى الفصائليه تساعدهم في وضع يدهم على كل شيء، والمنطقه غارقه بالفلاتات الامني واقتتالات والمخدرات، وحتى يعني ان هذه الحاله تساعد في حاله النزاعات المستمره بين استطيع القول ب الكرد والعرب والتركمان وغيرها، يعني حاله ادلب يعني نشهد مصارعات يوميه بوضع حد الانتهاكات جولاني او باستبعادها عن الاداره، لكن تركيا لا تستمع الى مطالب الناس وهي متجاوبه مع هذه المجاميع الارهابيه في الشمال السوري. وطبعا نسمع بمناشدات دوليه ايضا بلجان تقصي الحقائق، او يوم امس تصريح لنائب وزير الخارجيه الامريكي ايضا الذي يطالب بوضع حد للانتهاكات في المناطق السوريه كافه، وتحديدا يشار الى عفرين. يعني هذه مناشدات يكفي، يعني بحاجه الى اجراءات رادعه بحق هؤلاء حتى يتم وضع حد لهذه الانتهاكات. من ريف حلب الشمالي كنت معي إبراهيم شيخ، ناشط حقوقي، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به.